أعزائي المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في سلفجة مهاجرين. في هذا البرنامج غادي نشوفوا برنامج حول الشباب المغاربة اللي عندهم الجنسية الهولندية ودوزو تجنيد، يعني الكنتة في الجيش الهولندي. أما الآن فموعدكم مع أحمد أبو طالب وحصة الأخبار. مساء الخير سيرتي أو أنسي سيرتي، وحيا الله أوقاتكم. منظمة الشباب المغاربة في أمستردام استنكروا بشدة التقرير ديال البلدية اللي كيشير لوجود عصابات مغربية في وسط المدينة. هاد العصابات كيشفروا أو كيبيعوا أو يشريوا في المخدرات كيقول التقرير. الشرطة ديال العاصمة كتقول باللي هاد الظاهرة في الحقيقة ظاهرة قديمة وماشي ديال البارح. أما المنظمات ديال الشباب المغاربة فكيقولوا باللي هاد التقرير غير كافي، ولكن ما كيكذبوش وجود هاد العصابات ديال الشباب المغاربة. على العموم كيقولوا هاد المنظمات باللي التقرير كيشير لواحد الظاهرة بلا ما يكشف على الخلفيات ديالها. محافظ القانون السيد يونكر اللي مكلف بالأقليات كيقول باللي رؤساء هاد العصابات هما مغاربة اللي كيجيو من بروكسل وباريس. يونكر كيقول باللي هادو مغاربة اللي ما عندهمش الكواغط. محافظ القانون واعي بالمشاكل الاجتماعية ديال هاد الشباب اللي كيتعطاو لهاد الأعمال، ولكن كيرفض يعطي لهم المجال باش يديروا اللي بغاو في المستقبل. أما منظمات المغاربة فكيردوا الكرة للبلدية. هاد المنظمات كيقولوا باللي البلدية ما وفرتش الظروف الكاملة لهاد الشباب باش يستقروا في العاصمة. السيد يونكر ما عندوش شي حل على المدى القريب لهاد المشاكل، ولكن غادي يأمر الشرطة باش تواجه هاد الظاهرة في الشوارع الأمستردام بكل شدة.